السلام عليكم، معكم علي فاروق، رئيس الجامعة المصرية في أوكرانيا البيت المصري، ورئيس الاتحاد العام المصري بالخارج فرع أوكرانيا، ورئيس الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج فرع أوكرانيا. أنا أؤيد وأناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وأناشد أبناء الجالية المصرية الموجودين في أوكرانيا في كل المحافظات للنزول للإدلاء بأصواتهم كواجب وطني في حب الوطن وحب مصر. وأحب أشكر الحكومة المصرية وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بذلوه في الفترة السابقة للارتقاء بمكانة مصر وقوتها بين الدول سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. وإحنا كمصريين بالخارج أكتر ناس بنشوف قوة وعظمة مصر وكلمتها المسموعة من الخارج، وبنفتخر جدا 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 لما نشوف مصر قوية بنشوفها من الخارج فعلا فعلا تستحق مكانتها اللي كانت تستحقها من زمان. حافظ الله مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.